في هذا الفيديو راح أعرفك على تقنية قفل الشاشة اللي ممكن الكثير ما سمع عنها. أحمد معكم من قنوات منوعات تقنية، تأكد أنك تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، واعطي هذا الفيديو إعجاب وخلينا نشوف مع بعض. في كثير من الحالات احنا بنضطر نعطي جوالنا لشخص معين وما بدنا اياه انه يدخل على بياناتنا ويشوف اشياء يمكن تكون خصوصية فينا، سواء كنت بدي اياه بس يلعب هاي اللعبة وبعد ذلك انا ما بدي اياه يدخل على جوالي ويشوف باقي المحتويات. من هون اجت فكرة تثبيت الشاشة في الاندرويد. تثبيت الشاشة هي باختصار ميزة موجودة في جوالك انت راح تكون بتفعيلها، بعد ذلك راح التلفون يعمل تثبيت الشاشة فقط سواء لآب واحد او للعبة واحد. خليني اورجيكو كيف احنا راح نعمل هذا الشيء. انا مش متأكد طبعا اذا كنتوا انتوا بتعرفوا هاي الميزة او لا، بحب اسمع رأيك في صندوق التعليقات اذا كنت سامعت عنها من الاول او لأول مرة بتعرف هاي الميزة في جوالك. ضيف هذا الشيء في التعليق. على كل حال راح تروح على البيومتريك والسيكوريتي، يعني على نظام الحماية من خلال إعدادات الجوال، وبعديها راح تروح على المزيد من إعدادات الأمان في الجوال. أنا بعتذر إنه جوالي في اللغة الإنجليزية لكن في العربي راح تكون الترجمة زي ما وضحت لكم. بعدين راح يكون في شيء إذا كان في اللغة الإنجليزية راح يكون اسمه pinning windows او pinning screen، بيعتمد على ايش الجوال اللي معك. في السامسونج بيحكوا لها pinning window، بس في الستوك اندرويد الاندرويد الخام راح تكون اسمها pinning screen. طبعا بامكانك كمان تشغل القفل، وهذا الشيء طبعا انا بنصح فيه سواء كان عندك قفل او رمز او اللي هي البصمة في الجوال، فانا بنصح بشكل كبير انك تفعل القفل من خلال البصمة او الباسورد او النموذج لفتح الشاشة. على اي حال هلا انا حاليا راح اختار لعبة على سبيل المثال ولتكن تمبران. بالوضع الطبيعي انت راح تلعب هاي اللعبة زي ما انتم شايفين، اذا حاولت انك تخرج منها راح يخرج، لكن بعد ما فعلنا خاصية تثبيت الشاشة راح نرجع وندخل على اللعبة نفسها ونشوف شو اللي راح يصير. خلينا نختار لعبة تمبران. بس زي ما شفتوا انا كبست على المربع، يعني قمت بتشغيل اللعبة مسبقا، بعدين راح اكبس على الايقونة الخاصة بتمبران، بعدين راح يكون في خاصية تفعيل تثبيت الشاشة او البين سكرين. هلا مجرد ما سويتها تلفونك راح يشتغل على اللعبة اللي انت ثبتت التلفون او الشاشة عليها. زي ما انتم شايفين احنا حاليا بنلعب اللعبة ما عندنا اي مشاكل. هلا بدنا نخرج، ما راح يخرج التلفون حقيقة من اللعبة. حتى لو انت حاولت انك تطفي الشاشة، شاشة التلفون، من خلال الضغط على زر التشغيل راح تشغله مرة ثانية وراح يظل موجود على اللعبة نفسها. هلا حاليا اذا انت كنت بدك تخرج منها، وهذا الشيء الجميل في خاصية تثبيت الشاشة، راح تخرج منها. كل ما عليك انك تكبس على كبسة الرجوع والمربع مع بعض لتقريبا 3 ثواني وراح يخرج من اللعبة. خلينا نحاول نخرج زي ما خرجنا. لما نخرج إذا كان عندك بصمة أو كان عندك رقم سري راح يعطيك إياه، فأي شخص كان شغال على تلفونك وكان عارف كيف بده يخرج من الشاشة ما راح يستطيع أنه يعمل هذا الشيء، لأنه تلفونك راح يكون محمي بخاصية البصمة أو الرقم السري. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، فإذا استفدتوا رجاء أنكم اشتركوا في القناة، بدنا دعم في هاي القناة، بدنا إعجاب أيضا لهذا الفيديو، وانشروا الفيديو مع أصحابك إذا بتشوف أنه هذا الفيديو كان مفيد. كان معكم أحمد من قناة منوعات تقنية، وإن شاء الله راح نشوفكم بفيديو قادم، والسلام عليكم.